السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. التصريحات الأخيرة نتكلموا على الأخضر باللومي، التصريحات الأخيرة لصنعة الحدث، وين نقولوا صنعة حدث وين باللومي بعد نقولوا باللي 90 2000، يعني راهي مدة، راهي حياة تاع إنسان 30 عام، عندك 10 20 30 عام، يعني تاريخ، هذا هو التاريخ، تاريخ ب 30 عام 40 عام. الناس تحد راح يقولوا يحضروا فيه، هذا هو تاريخ. وين باللومي ونتكلم على نقولوا باللي المؤامره تاعه. حنا قبل لا نهضروا نسمعوا حافظ الراجي واش تكلم على باللومي، واش تكلم. حنا كانوا يقولونا باللي باللومي كان يصنع الفيزا، بصح ما كناش فاهمينها اش هي. لا، باللومي هو اللي كان يصنع الفيزا الجواره، هو صنع الفيزا بزاف جواره. نتحدث عن لاعبين الجزائريين، ناخذ رايك، من هو اسطوره الجزائر في كره القدم؟ أسطورة من حيث البراعة أم من حيث النجاح؟ من حيث النجاح، ماجر نجح، ولا واحد يختلف بأنه نجح بشكل ملفت للنظر مقارنة بلاعبين آخرين جزائريين احتراف، فاز بلقب دوري أبطال أوروبا، فاز بكأس أمم أفريقيا، فاز بالكثير من الألقاب مع بورتو. إذا كان من حيث النتائج فماجر كان هو نجم النجوم بالنسبة للكرة الجزائرية والعربية والإفريقية عموما. أما من حيث البراعة والأداء، أنا لا أذكر حسن للماس، الله يشفيه، هو مريض اليوم، كان هنا مازال ما حصل الله في السبعينيات، لأنني كنت لم أولد بعد وكنت صغير. يقال عنه بأنه لاعب جاي من كوكب آخر، أنا لم أشاهده. لكن أنا بالنسبة لي إذا يبقى الخضر باللومي فنان الفنانين، الخضر باللومي أتصور لو اليوم كان موجود في عهد اليوم، أعتقد بأنه يلعب في الريال ويلعب في البارسا ويلعب في المانشستر ويلعب في أكبر النوادي في أوروبا بدون أي مشكل، لأنه فعلا فنان من لاعبي القلائل. هو من صنع، من كان الفضل أو من كان ساهم في صنع ماجر وعصاد وبنساول. أيوة، اللي كنت نحوس عليه هو اللي صنع اللعابة، هو اللي صنع، هو اللي كان يدير الفيزا، كان يخدم فيزا للعابة. حنا ما كناش نعرف، كنا يقول لك كانوا هنا يعطوا، يقول لك باللومي هو اللي كان يدير الفيزا. الحمد لله يا ربي نتكلم معاه، عندي زوج نوامر تاعو نتكلم معاه نورمال. انسان متواضع، انسان حد واحد روحو، انسان اللي يبغي يعيش في الظل، ماشي زواخ كيما شنا هذوك. الله غالب يبغي يخدم على روحو، ولا يبغي شنا في الهداف، شعم خطر كانوا يطيحوه بالاسئله تاعهم. بصح كاين اللي يبغي خطره، شا قال لهم الشهرة في إفريقيا كارثة، شهرة في إفريقيا، تولي مشهور في إفريقيا كارثة. نهار اللي قرزوه موراها دار تصريح، قال لهم الشهرة في إفريقيا كارثة، ما يحافظوش على واحد يكون ممثل إفريقيا أحسن تمثيل، ما يحافظوش عليه، هرسوه. حنايا كي يسموه محرز، بغاو يهرسوه محرز، داروا له صحة الأولى رئيس اتحادية ما يطرده، طرده غير الشعب رده. ثانية في الطوغو، ثالثة تاع منشطات ما عادش داروا له، موراها طردوا الأطباء تاع الاتحادية الجزائرية. علاه طردوهم؟ قولوا لنا علاه طردتوهم. ضروك جوارة ما تبليسيو، فوتوا كوب دافريك، أحسن كوب دافريك فوتوها، جوارة ما تبليسيو، ما هي وما والو، موراها طرد ستاف تاع الطبيب. علاه؟ هنا علامة استفهام، أي كاينة حية من محرز. وبالماضي قالوا لهم بلي ما نقبلوش هذو الأطباء، راه عارف شكاين، وبالماضي على بالو شكاين، هذه هي على ذيك طردوهم. اليوم نعاودو نولو باللومي وين نتكلم على التسعين، وهدرناها مقبل، هدرناها والناس كانوا يعايرونا، نعقل كانوا يعايرونا. هيا لا وراهي، هيا لا، هذه عندها 8 شهور، هذه 6 لهنا، هيا لا وراهي. وين هنا سرار يهدر على المؤامرة تاع ماجر ضد باللومي في كأس إفريقيا. عرفتو كيفاش؟ باللومي لم يريد التحدث عن ما
مشاكل تاعو مع ماجر في كاس افريقيا، لو قاعد نظام ناس ولا بلومي يربيك ماجر والاعلام المرتزق بسبب قضيه 1990. هاك تشوف كيفاش الناس كانوا يعايروا فينا، قال لك تدير في فتنه وكل شيء، راه عايروا بلومي فيك، راه بلومي. وناس اليوم لما يهضروا في اليوتيوب هما كانوا يكذبوا فينا، قال لك ما كاش من بلومي وماجر كانوا كي الخاوه، اليوم هما راهم يهضروا يقول لك قال لك بلومي يهضر. قال لي قلنا لكم ما كاش من ودي، قلنا لكم يا ودي تكذبونا وتعاودوا تولوا وحدكم عندنا، ثم تكذبوا احنا مخليينكم بصح ما تحشموش، عندكم الف وجه ما على بالكمش، ما تحوسوا على الاخر صح، تحوسوا على الحيط. هذه هي وين الحمد لله يا ربي راه مزيه خرجها باللومي، مازال ان شاء الله بربي يوضحوا لنا على ماجر نهار اللي رفض المنتخب الوطني 88، رفض المنتخب الوطني 88 ونهار كاينه قضيه واعره، هذه واعره واعره بزاف 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 بزاف. بلو ماجر ميكذب المنتخب الوطني في التصفيات تاع كاس افريقيا 94 اللي دارت الاخرى ومن بعد وخروه، لا باش هو شوف سمحونا راني غلط، باش ماجر يكذب دائما يحطم جيل، دائما يحطم باش هو يكذب، يحوس يحطم ناس باش هو يكذب ديك البلاصه، ماشي يخليها حلوه ورده شابه شجره شابه تجيب لك ثمار يروح يكذبها ديريكت، هو ما عليه غير يزيد الماء طك طك يخلي الماء يعطيها الماء ينقي عليها، لا هو لازم يقطع شجره كاع ومن بعد يجي يغرس شجره، يقول لك بين غرسوا شجره. ماجر هذه عقليته ما يخممش، هذا الجيل هذا كو قعد ماجر جابد روحه ويشوف ما دخلش روحه كاع كيما بلومي، كيما جابد روحه بلومي قال لك كلمه ولا زوج ماشي مؤثره كيما ماجر قاعد يعاير وكلش، كو جابد روحه قاعد يشوف نهار كو عيطوا له كذب ليكيب ناسيونال كانوا غادي يردوه، غير اللعابه يردوه بالماضي، مشي قال بلي محرز عطاني كيفاش كانوا يعطوه، لا شيخ لا كوتش كيما هاك لا كوتش كيما هاك كانوا يساعدوه، سوا جا ديريكت قال لهم لازم المحلي وعشرة وعشر سنين، محرز غادي يقعد لك عشر سنين وحده اخرى، فيغولي غادي يقرا لك عشر سنين وحده اخرى، ابراهيمي عشر سنين، جاي عشر سنين قالوا له سته في سبعه، سته في سبعه اي تربح باش يكون على بالكم. على هذيك نقولوا بلي بلومي وين هو مشكور، وين كيما يقول لك صحيح وخر ذاك الضباب صحيح يعني مؤامره ضده بلومي كان 100 جوار، الضربه تاع 89 مع لامسيه مع لامسيو مولوديه تاع وهران وين وصلت فينال ودار باركو شباب في الشامبيونز ليغ في ذاك الوقت في لافريك، دار باركو شباب وين وصل فينال مع الرجاء خسر 1-0، وحنا نورمالمون المولوديه تربح في الرجاء، في الرجاء وين لاربيت البنت ماشي بنت حسبه وين باطا اول كاس افريقيا للمولوديه، جات كيما هكا معليش. بلومي كان وكان احسن، على بالكم بلي بلومي كان احسن لاعب في ذاك العام 1989 90 كان احسن لاعب في الجزائر، ادى احسن لاعب في الجزائر وما لعبش كوب دافريك منه من البغض المبغض اللي يكره كل يبغي يروحوا برك، تا ولا يهدر ولا يقولوا النجمه النجمه هذه نجمه النجمه تاعك تا مجموعه كثر خير شي بوزاني وعماني وسرار وعثماني غارديا كثر خير مغاريا وجاني لي مركل بنت لي جده لعب في لفلان وهو لعب ومركل بنت مسكين ما بغيتوش تروحوا عنده تعنقوه في الكارمي، قال لك قال لك علاه ما جيتش عندي، قلت له نص فرحه ماشي فرحه كامله نص فرحه، راك تشوف كيفاش هذيك كو يهضروا الناس يهضروا، تسمعوا 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 شكاين تسمعوا تشوفوا شكاين، بصح الناس مساكتين مازالوا ساكتين مازالوا مأمنين ماجر، مازالوا مأمنين ماجر وشعره، حنا ماذا بينا كو يجبدوا لنا 88 على ريفيزاها على ريفيزا ليكيب ناسيونال
حنا هدرنا لكم، هدرنا على لافير تاع بلومي كلش. انا نهدر معني عارف، راني نعرف انا راني كنت نقول بلي ماجر هو سبب بلومي في 90. راني عارف شكاي عندي لا بالي شكاي مزيه بلومي راه هدرها راه وضحها بلومي. ما قاش ماجر بصح قال ربي يخلص فيه. هاك تشوف كيفاش صاري له، مخلي لهنا لوتيل تاعو، خاطش باني اوتيل في القبه، السكنه تاعو اللي فيها كلب وفيها لابيسين مخليهم خاويين. هو راه في قطر خايف لي يدخل الجزائر، خايف باش يدخل لبلاده.